تمام. احنا نتكلم عن الكتابة والكاتب. احنا بنتكلم عن ايه هي الكتابة. لو حبيت ان انا اعرف ايه هي الكتابة، عبارة عن فكرة عايز اوصلها للناس بطريقة تبقى تفضل يراد لها البقاء. بمعنى انه انا ممكن اقول فكرة وانا واقف دلوقتي، لو انا قلتها دلوقتي وانا واقف، لو في فيديو بتسجل هتبقى، لكن لو مفيش هتكون نتيجة ان انا ايه قلتها وانتوا افتكرتوها يا ما افتكرتوهاش. لكن الفكرة المكتوبة بتبقى لأجيال وأجيال. طبعا أهم كتاب تقروه هو الكتاب المقدس. بالمناسبة هتتعلموا فيه الأدب بكل معانيه، يعني الأدب ككتابة والأدب كأدب لمعرفة الحكمة والأدب. سفر الأمثال يقول كده، إن السفر دوت اتكتب لمعرفة الحكمة والأدب بناء على كده. بس عايز أقول لكم فعلا أنا أدين للكتاب المقدس بالفضل في إني اتعلمت العربي وأتقنته، في إني اتعلمت الإنجليزي وأتقنته، وإني اتعلمت الفرنساوي كمان. الكتاب المقدس مدرسة من كل النواحي، مش بس في الناحية الروحية طبعا نمرة واحد، لكن كمان من خلال الكتاب. يعني أنا اتعلمت أضبط النحو بوداني من الكتاب، لأني خدت على كلمات الكتاب إزاي الحتة دي منصوبة والحتة دي مرفوعة. بعد كده اتعلمت النحو فسيبت عندي، وتعلمت كمان ازاي اكتب باسلوب معين بناء على ان انا بقلد اسلوب مثلا سليمان واسلوب بولس. كل واحد فيهم لما تتاملي في الاسلوب بتاعه هتلاقي الدنيا مختلفه مع بعض. فالكتابه بمنتهى البساطه زي ما احنا بنتكلم دلوقتي هي صياغه فكر بطريقه انا عايزها ان هي توصل للناس. تمام. لو حبينا نعرف الحاجات اللي انتوا عرفتوها معايا من شويه، احنا قلنا ان المقاله لو عايز اعرفها، المقاله هي قطعه مكتوبه قصيره ليها فكرة محددة مستقلة ممكن قريتها بمفردها من غير ما تفقد معناها. يعني لو أنا قريت فصل في الكتاب، ممكن يفقد معناه لأنه مش متسلسل مع الكاتب وهو بيتكلم. كان بيتكلم بادي من هنا وعايز يوصلني لهنا وأنا دخلت في النص، فممكن ما فهموش. لكن أي مقالة من ميزاتها أنك لما تقريها من أولها لآخرها لازم تكون مفهومة عندك. النقطة اللي بعد كده، الكتاب هو أكبر من مقالة زي ما قلنا، عمل بيريد تقديم فكر يؤسس له من البداية لحد ما يصل عبر فصوله لفكر ناضج. يعني عايز يبتدي بيا مثلا، أنا ما أعرفش حاجة عن إزاي أكتب، وهكتب كتاب، واحد هيكتب لي كتاب عن إيه هي الكتابة وكيفية الكتابة، يكتبه إزاي يكتبه، منين هو الأول يقنعني بليه أكتب ويقول لي ازاي الكتابه ديت تكون، بعدين ياخد خطوه بخطوه بايدي لحد ما يوصل للفن بتاع الكتاب، ازاي ان انا اقدر اكون بطلع الكتاب. زي ما قلت انتوا في وسط الكلام، مش بس المقاله والكتاب، لكن في القصه. وزي ما قلنا القصه عباره عن سرد احداث، ومن خلال الاحداث ديت احيانا ببقى عايز اوصل فكره. حد يعرف قصص في الكتاب المقدس بتوصل فكره؟ حد حكاها؟ حد حكى قصص بتوصل فكره؟ ها؟ برافو عليكم. أمثال الرب يسوع نفسها، كل أمثاله دي كانت عبارة عن قصص.